يسعد مساكم ويسعد كل اوقاتكم. اليوم باذن الله صبايا رح احضر معكم وصفه لذيذه مميزه، هي مكدوس الفلافله. طبعا غالبا بنسمع والاكثر شهره هو مكدوس الباذنجان اللي بقلبه بيحشو دبس الفلافله. اما هلا فرح احضر معكم مكدوس الفلافله، وفيه رح تكون حشوه مكدوس الباذنجان اللي هي متعارف عليها، دبس الفلافله وجوز وثوم اذا بتحبوا. بالبدايه هون عندي نظفت الفلافله، انا اخترت الحمراء، فيكم كمان الخضراء او اذا بتحبوا يعني الوان ثاني. نظفتها من فوق وراح املحها طبعا بعد ما اكون غسلتها، واذا بتحبوا يعني الوان ثاني. نظفتها من فوق وراح املحها طبعا بعد ما اكون غسلتها. وصلنا لمرحلة الحشي. حشوة مكدوس الفلافلي هي نفس حشوة مكدوس الباذنجان، عبارة عن دبس فلافلي. أنا عندي هون كيلين وكيلو جوز مقطعته بهاي الطريقة. طبعا الجوز ما في شيء محدد، يعني ممكن إذا احتجت أرجع أحط، يعني حسب الذوق وحسب الرغبة. عندي ثوم مهروس، راس ثوم يعني لكل كيلو، أنا عندي هون راسين ثوم مهروس. كمان الثوم حسب الرغبة، ممكن إنكم ما تحطوا ثوم أبدا. ملح خشن حسب الرغبة من ملحها.